يشهد المعهد تحول تاريخي، وهذا حدث له رمزية كبيرة ودلالات كبيرة، بحيث أنه بصدور قانون جديد الذي ينظم المؤسسة، قانون 37/22، منذ دخوله حيز التنفيذ في 7 سبتمبر 2023، تم بمقتضاه نقل السلطة من السيد وزير العدل إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بإسناد رئاسة مجلس إدارة المعهد للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وحفل اليوم يندرج في تكريس لاستقلال مؤسسة للسلطة القضائية، وتتويجا لمسار طويل بعد 61 سنة من مكتسبات الماضي داخل هذه المؤسسة. اليوم بإشراف من السيد رئيس المنتدب للسلطة القضائية سيتم كسب رهانات في الحاضر وفي المستقبل لهذه المؤسسة المتخصصة في التكوين القضائي، تكوين أساسي للملحقين القضائيين وتكوين مستمر وتخصصي للسادة القضاة الممارسين. وطبعا سيشهد كذلك هذا التحول النوعي تغييرا في مناهج التكوين وتأهيلها، وكذلك في تطوير يعني مناهج التدريس وإلى غير ذلك من الأمور البيداغوجية التي ستشهد تأهيلا في المستقبل.